الصوم لغة الإمساك، يقال خيل صائمة، يعني ما امسكت عن الطعام أو منعت من الطعام حتى تصلح للسباق، إذا شبعت ما تجري. فالإمساك مطلق الإمساك يسمى صوم، ومنه قول الله عز وجل عن مريم عليه السلام: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسية، فإذا أمسكت عن الكلام سماه صوما. لكن في الشرع الصوم الذي جاء به الشرع هو الإمساك بنية، لابد أن يمسك بنية الصيام. لو أمسك من غير نية كما لو نام واستيقظ بعد المغرب ولم ينوي الصوم ليس بصوم، كما لو أمسك مضربا على الطعام، كما لو أمسك مثلا حفاظا على وزنه، هذا ليس بصوم. لابد أن يصوم، يمسك على الطعام والشراب والجماع بنية الصوم، ينويه نية، والنية محلها القلب. لكن هو إمساكه عن أشياء مخصوصة، لا يمسك عن كل شيء، مثل ما يمسك عن الكلام، عن المشي، عن السفر، عن العمل، لا، يمسك عن أشياء مخصوصة اللي هي الأكل والشرب وما كان في معناهما والجماع.